من جهة أخرى، أفادت مصادر الجزيرة أن مسلحين ينتسبون للحوثيين قاموا بمحاصرة منطقة دماج القريبة من مناطق الحوثيين وقاموا بقصفها. ويقول الحوثيون إن القصف يتم على مواقع لمسلحين لإخراج طلاب معهد الحديث وهم جماعة سلفية. وقالت نفس المصادر إن هذا التحرك المفاجئ يعد الأعنف في صعدة منذ اندلاع الثورة اليمنية.